السلام عليكم شباب. مدينة بروكسل هذه 10:40 الدنيا مكرطة، واليوم السبت ما تنساوش واش باقي لحد السبت. المهم كل شيء باقي ناعس، مركزات سادين، كل شيء ساد، البولانجيات والقهوة هما اللي حالين. احنا شباب انتقلنا من هذيك الزنيقة اللي فيها كل شيء خاوي، وجينا لهذ الزنيقة الحية اللي فيها شوية ديال الرواج. هاد شارع اسمه بولفار أونسباك أو كارتي أونسباك في مدينة بروكسل. هاد الماكلة شباب اللي أي بلاد مشيتو لها كتلقاوها هي هادي غريك. شوفوا معايا هنا، شوفوا غريك تبارك الله قداش، شوف وشوفوا جبل ديال سلطة طوماط. شوف هنا شباب، هذه كتسمى لا غروند بلاس في بروكسل المعروفه. شوفوا شوف المعمار كيدير، شوف لوتيل دو فيل كيدير، شوفوا داير بحال شي قصر. شوف هذه احسن بلاصه كاينه في بروكسل يا شباب. كيجيو لها توريست ني عامره هنايا شباب. بلجيكا معروفة بالفريت والشوكولات ولي غوفر، كيبيعوا لي غوفر بزاف، كياكلوا بزاف ديال لي غوفر هنا بحال هذو اللي كتشوفوا، والفريت على الجهد كياكلوا فريت، وكياكلوا حتى بوزروك. ليون بريكسال راه معروف جنب بلجيكا، ليون بريكسال كيبيع الفريت وبوزروك، والفريت كيبيعهم بزاف 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 هنا كيما شفتوا عندنا في مدينه غانت، والشوكولات على الجهد كذلك. وغادي نوريكم هنايا واحد البلاصه معروفه كيتسمى مانكان بيز. المانكان بيز وهو واحد تمثال صغير كيبول معروف، الناس كيصوروا فيه، ومعروف هنايا في بريكسال. واحد الدري صغير كما شفتوه كيبول، و تيقولوا بلي ان يعني القصه وهي كان واحد العافيه هنايا، وجا واحد الدري صغير ما طفاتش ليهم، وجا شي دري صغير بال عليها، هو العافيه هي الطفى. هاجو شو كيبول اوكي. الوغ هنا دابا شنا هذا، دابا غندوزو واحد الحاجه اخرى كيف ما كتشوفوها شباب. سمحوا لينا على هذا الفيديو اللي جاي، شوفوا هنايا هاد المانكا هما بيز، هما شتو الدري كيبول زعما دايرينهم في الشوكولات. وهنا الناس راه كنعرفوا ما كيحشموا ما والو، شوفوا اش دايرين بهذوك لي غوفر، داك العجينه ديال الغوفر شوفوا صانعين بها، صانعين بها حوايج اللي شويه قاصحين. شوف هنايا دايرين، وشو الناس دايرين فوالا صانعينهم، كيجيو الناس ياكلوهم هاكم فوالا. بلجيكا شباب بلاد الشوكولات. شباب تيقولوا بان بلجيكا وسويسرا هما البلدان ديال الشوكولات. اشنو الاصل ديال الشوكولات؟ هو الكاكاو. هذاك الكاكاو منين جاي؟ البرازيل ولا بالاكواتور ولا لافريك؟ علاش هاد الناس هادو هما ما يصنعوش الشوكولات؟ الا ما كانش هذاك الكاكاو ما نقدروش نصنعوا الشوكولات. شوف الناس كيفاش كيخدموا دماغهم، جايبين واحد الماده من بلاد اخرى ومحولينها، ولاو هما اللي كيسيروها وصيبوها مزيان. بهذه الكلمة نساليو هذا الفيديو هنا في بروكسل، تهلاو في راسكم، نشوفكم في خطرة أخرى، السلام عليكم.